شباب اللي حس براسو استفد معنا ولو غير بالجزء اليسير في هاد لا فيديو هادي، يحاول انه عفاك ما يبخلش علينا بدعاء، يكتبوا لنا في لي كومونتير دعاء بسيط غادي نكونوا حنايا جد فرحانين. توكل على الله. السلام عليكم. اذا نبداو الاخوان، ثاني درس عندنا اللي مقرر في السنه الثانيه بكالوريا، سواء التلاميذ ديال بي سي او الاس في تي او لا الدراري ديال العلوم الرياضيه. اخي الباك ما معاش اللعب، ضبط المسائل ديالك، سير معايا خطوه خطوه، دقه دقه كيف كنقولوا، وغادي تضبط معايا هاد المسائل. هاد الدريس هذا راه كنحلفك بالله العلي العظيم حتى غتلقى منه السؤال كاين في الامتحان الوطني. لهذا نصيحه مني ليك، سمعني مزيان اش غادي نقول لك. ما نبداو، الا ما كانش عندك الوقت فين تفرج لهاد لا فيديو هادي، وقف سير حتى ترجع، وديك الساعه تفرج فيا يعني بوريقه حداك وبكل شيء حداك، ولا تفيصل فين تنوطي. صافي الشباب، مزيان نصحكم على فكره البروتوكول نتاع الدرس هذا اللي هو التتبع الزمني للتحول الكيميائي، يعني السرعه الحجميه للتفاعل. خلاص انا الناس ديال البيو في السويفي تومبوريل ديال ترانسفورماسيون كيميك، عندنا لا فيتاس دو رياكسيون. سمع، هاد لا فيديو هاد الدرس هذا غادي ندير فيه 10 ديال لي فيديو 10. كيفاش غيتوزعوا؟ غتمشي للبلاي ليست، البلاي ليست اللي مكتوبه فيها هادي، البلاي ليست تلقى مكتوب فيه هاد العنوان ديال هاد الدرس هذا. هاد البلاي ليست غتلقى فيها 10 ديال لي فيديو، الاول غادي يكون فيه الكور ومسابقه كامله غيكونوا دي زيكزيرسيس. انا نقول لكم علاش غيكونوا دي زيكزيرسيس، لحقاش التمارين اللي كيتحطوا فيه هو الا شفتيه بعينيك كتحكرو، الدرس الا شفتيه كتحكرو، ولكن الدراري اللي كيلقاو المشاكل كيلقاو المشاكل في وسط التمرين، وبالضبط بالضبط بالضبط في واحد الاسئله اللي كتلقى عندهم علاقه يا اما مع المواصله ولا مع الموصليه. صافي، انا غادي نحاول ندير 10 ديال يعني ندير 9 ديال التمارين ولا كاع 10 ديال التمارين في هذا الشيء. نتمنى عافاك تكون كتفهمني مزيان اش كنقول. مزيان، الدرس عافاك الاخوان شنو عندنا فيه؟ عندنا اول حاجه غادي نديرو واحد التذكير بسيط جدا، يعني واحد جوج دقائق ديال درس المواصله والموصليه. غنخلي لكم من هنا لتحت اللي بغى يمشي يشوف الدرس ديال المواصله والموصليه شرحوا للدراري ديال السيزيام، من الاحسن تشوفوا حاول تفهم معايا غير واحد المينيموم ورجع. المواصله والموصليه، وعندي السرعه الحجميه للتفاعل. شباب الله يجازيكم بخير، هاد السرعه الحجميه للتفاعل الا شفتيها بعينيك كتحقرها، ولكن راه في التمارين كتسيف، ماشي كنخلعك ولكن كنقول لك الواقع بحكم انني كنقري الدراري ديال البكالوريا لمده طويله، راه مده طويله راه كنشوف شنو فين كيعانيو. هاد السرعه الحجميه للتفاعل اللي خصك تكون ضابط فيها هي فاش كيطلبها منك بدلاله ديال كميه الماده اولا بدلاله ديال التركيز، بدلاله ديال الضغط، بدلاله ديال الحجم، وهما بوعيات اللي كيخافوا منهم الناس، هي بدلاله ديال المواصله وبدلاله ديال الموصليه. وعندي اخر حاجه اللي هو زمان نص وهنا غادي ندخلي باش نوضح واحد الفكره، هي انه في لوكور غادي نشوفوا السرعه الحجميه للتفاعل وغادي نسترقوا لها مزيان، يعني بالعلاقه العامه ديالها اللي كنتي شفتي حتى انت مع الاستاذ ديالك. ولكن 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 باش نحددوا التعبير نتاع السرعه الحجميه للتفاعل اون فونكسيون تاع دوك لي بارامتر اللي عاد دابا قلت، صعيب باش نديروها في الدرس. لذلك فاش قررت انا غندير دوك 10 ديال التمارين، ماشي غير صدفه ولكن باش انني غادي نهضر على كل بارامتر بوحدو، وغادي يجي التوزيع ديالهم على الشكل التالي. يعني بالنسبه للتمرين يعني الجزء ديال الضغط غادي نحط فيه جوج ديال التمارين، والشيء الاخر واحد واحد واحد، من غير عاوتاني ديال الموصليه اللي غادي يكونوا ان شاء الله فيهم 4 ديال التمارين. تفاعل اللي هو فيه ما يزقال، حتى هو هضره فيه ما يزقال، واخا تشوفوا كتبوا في عنوان اخر فيه ما يزقال، حيت فاش بغي نشرح عندي طيب. الناس ديال البيوف عندنا هنا امتي رابيل ديال لا كوندكتونس ولا كوندكتيفيتي، عندنا لا فيتاس دو رياكسيون اون فونكسيون دو كونسيتي دو ماتيير اون فونكسيون دو لا كونسونطراسيون لا بريسيون لو فوليوم لا كوندكتونس اي لا كوندكتيفيتي. الناس اللي ما عارفينش التراديكسيون لا كوندكتونس، لا كوندكتونس هي المواصله، لا كوندكتيفيتي هي سيغما الموصليه. واخر حاجه عندنا لو طون دو دومي رياكسيون. الله يجازيك بخير، انا كان غادي نوصل لرغبك، دقق معايا مزيان فاش كنقول. صافي، نتوكلوا على الله. نبداو، اللي خصك تكون عارف هي انه شكون هي المواصله. انا قلت نهضر هنايا على هادشي دغيا وندوز، لحقاش الدرس ديالنا اللي دايره. المواصله كنرمزو لها بالحرف الجي، الوحده ديالها هي السيمنس، سيمنس ماشي اس مينيسكول، رد البال، ماشي اس مينيسكول، اس ماجيسكول، لحقاش الاس مينيسكول لا ماشي السيمنس، هذيك اس مينيسكول هي السكوند. صافي، رد البال. مزيان، الناس ديال البيو إذا قلنا عندي هنايا لا كوندكتونس راها باينة، إذا عندي السامبو ديالها هو الجي، واليونيتي ديالها هي سيمنس.
غادي ندوزو للثانية، عندي لا كوندكتيفيتي. لا كوندكتيفيتي، لا كوندكتيفيتي شنو هو السامبول ديالها؟ اللي هي خلاص نزيد العبيه الموصلية. إذا الموصلية السامبول ديالها هو سيجما، سيجما، وعندي أنا هنايا هذه الوحدة ديالها، يعني سيجما الوحدة ديالها هي سيمنس في المتر أس ناقص واحد. صافي مزيان. عندي تسالني شنو هي؟ عندي الموصلية، المولية، الإيونية. الإيونية شكون هي؟ باش كنرمزو لها، كنرمزو لها بلامدا. عافاك شنو هي الوحدة ديالها؟ الناس ديال البيو عندي هنايا خلاص غنقولو لا كوندي، نكتب لابغيفياسيون. عندي سي سي، عندي سي ام مولار ايونيك. صافي مزيان. عافاك شنو هي اليونيتي ديالها اللي خصك تعقل عليها بحال الا كتعقل على علاش واحد عزيز عليك؟ برافو، اللي جاوبني صحيح عنده الصح، اللي هي سيمنس في المتر اس جوج في المول اس ناقص واحد. هادشي علاش تعقلت بانت حاليا دابا هادو الوحدات ولي سامبول ديالهم لامدا سيغما وجي. مزيان، دابا خصنا نشوفو كيفاش غنديرو نحسبوهم. انا قلت لكم نهضرو على هادشي بصفة عامة وغندوز. غادي نشوفو كيفاش غنديرو نحسبوهم. عافاك الجي، الجي عندها جوج ديال لي فورمول، عندها لا فورمول الاولى عندها لا فورمول الثانية. لا فورمول الاولى نساها حيت مضمرة، كون غنكتبها باش تعقل عليها، هي لانفيرس ديال المقاومة ديال لا ريزيستونس. غادي نساها، نساها ما تعاودش تشوفها. غادي نجيو لهادي اللي عندكم هاد العام ولا كرتو العام العام الفايز. عندكم الجي كتساوي لكم كا فوا سيغما. مزيان، شنو هي كا؟ شنو هي كا؟ هاد كا هادي كتسمى ثابتة، ثابتة الخلية. شنو هي ثابتة الخلية ناس ديال البيوف؟ لا كونستونت دو لا سيلول. انا هادشي هضرت معاه، هضرت عليه، هضرت ليكم عليه بصفة عامة. الله يجازيك بخير، اللي بغى يعرف مزيان هادشي يمشي للفيديو، انا غير غنهضر على شي باش تعرف. مزيان، إذا قلنا كا ثابتة الخلية، عرفت كيفاش غنديرو نحسبو كا؟ كا كتساوي هي اس على ال، اس على ال. عرفت هاد اس ما كيتفقاش مع اس القديمة، هاد اس هادي كتسمى مساحة، مساحة الصفيحة، مساحة الصفيحة لا سيرفاس ديال البلاك ديالي. ال هو المسافة، المسافة بين الصفيحتين، الصفيحتين. صافي، باش تعرف هادشي كيفاش داير رجع تفرج الفيديو، انا كنهضر بصفة عامة باش نذكرك خاصنا نحتاجوه. مزيان، واحد النقطة بغيت نشير ليها، الله يجازيكم بخير. هاد كا هادي راه غتشوفو بها، غتشوفو هاد العام بزاف دكايات، انا كنقولها غتشوفو هاد العام بزاف دكايات، غتشوفو هاد العام بزاف دكايات. عقل على هادي، اللهم اني قد بلغت. دوز، لحقاش في الاخير د العام غتولي كدوخ. يلا دابا نشوفو سيغما، سيغما عافاك شنو هي سيغما؟ كيفاش غنديرو نحسبو سيغما؟ سيغما كتساوي لك هي لاسوم، لاسوماسيون ديال لامدا اي اكس اي. كنظن دابا اللي غادي يكون مشى تفرج فيديو جا غيكون فهمني شنو نقصد لكم هنايا، واللي غيكون معاقل على العام فايت غيكون فهمني شنو نقصد هنايا. الاخوان هادي كنعرفوها شنو هي، بقات ليا هادي. شنو هما هادو؟ هادو كيتسماو بالتراكيز، تراكيز المولية الفعلية. الناس ديال البيوف، إذا قلنا هذا بالابريفياسيون لا كونسونطراسيون هي مولار، هنايا غنكتبو له افكتيف. صافي افكتيف. شنو نقصدو بهادي؟ شنو نقصدو بهادو؟ هادو شنو نقصدو بهم؟ هادو كيكونو هما التراكيز ديال الايونات. هادو بجوج بهم كنقصدو بهم التراكيز ديال الايونات. هادي خاصة غير بالايون، هاد لو سامبول هذا فاش كنديرو هاد لو سامبول فلاشيمي وكنحطو هنايا شي عنصر كيميائي، هادي كنديروها غير الايونات. يعني مثلا بحال باينه كان عندك شي كومبوزونت، شي نوع كيميائي، ربي شي اسبيس كيميك اللي ماشي ايون، ما يمكنليش نديرو المعقوفات. اما كنديرو المعقوفات غير الايونات. مزيان، اذا هنايا شنو هو الايون؟ هو اللي فوق منو لا شارج، واما بلوس ولا موان. واخا هادي كتسم، هادي خاصه غير بالايونات، الايونات لي زيون، الناس ديال البيو لي زيون. مزيان، اللي بغيت نشير ليه شنو هو واللي غنهضر فيه غير بشويه، الله يرحم لك الوالدين. هاد التركيز هذا، هاد التركيز، هاد التركيز المولي، حنا كنعرفو بلي سي هو التركيز المولي. حنا كنعرفو بلي قراونا بلي سي كيتسمى التركيز مولي، الوحده ديالو هي المول على اللتر. هادي كنعرفوها، ولكن 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 فاش كنبغي نخدم في المواصله اولا في الموصل، يعني فاش كنبغي نخدم هاد العلاقه هادي، هاد التركيز هذا، هاد التركيز هذا واخا سميتو مولي،
ما تقوليش وحده ديالو هي المول على اللتر، يعني انت الا بغيتي تطبقه في العلاقه ديالك ما تخليهش بالمول على اللتر. باش خصك تحولو المول على المتر مكعب. فوقاش، ماشي تسمع هذه عاوتاني وانت تلصقها لي ديما. فوقاش، الا كنت كنخدم في الموصليه ولا في المواصله، يعني اي يعني كنت يعني انا باغي نحسب شي وحده مثلا في هادو وبغيت نطبق هاد العلاقه هادي، خصني هذا باش يكون عندي بالمول على المتر مكعب. مزيان، اذا كانت من الناس تكون هاد الامور واضحه، اذا هنا غادي نوقف باش ندوز بالدرس ديال هاد العام. تبع معايا، اذا نبدا. عندي السرعه، كاين لي بروف اللي كيسميوها بالسرعه الحجميه للتفاعل، كاين اللي كيسميها بسرعه التفاعل. صافي، يلا تبع معايا. اولا، ان هاد السرعه ديال التفاعل هادي ما يمكن لي نحسبها، اسمع مزيان، ما يمكن لي نحسبها، خصو حتى يكون عندي هاد العيبه هادي. شنو هي هاد العيبه هادي؟ قرا التفاعل، يعني خص يكون عندك تفاعل. اذا حنا اول حاجه غنديرو هي غنقومو بتفاعل. مثلا حنا غنقومو بلي عندي العنصر ا زائد العنصر بي كيعطيني العنصر سي زائد العنصر دي. صافي، اذا هادو كيتسموا بالمتفاعلات. تبع معايا عافاك بشويه، هادو كيتسموا بالمتفاعلات، كنعرفوهم لي رياكتيف، وهادو كيتسموا بلي برودوي، النواتج. النواتج، مزيان. دابا شنو هو المشكل؟ المشكل في هذا العام هذا ولا في هذا الدرس هذا، هو انه انا غنبدا نحسب، دابا غنبدا نحسب السرعه باش كيختفيوا ليا المتفاعلات، وغنبقى نحسب السرعه باش كيبقاو يتنتجوا ليا النواتج. كنا قلنا في الدرس الاول باللي عندي تفاعل سريع وتفاعل بطيء، هادي دوزه للجنب. دابا غادي نوليو كنحسبوا السرعه ديالهم. باش هو قلنا التفاعل السريع والتفاعل البطيء، راكم عارفين التعاريف ديالو، يعني لا داعي للذكر ديالو. اذا دابا حنايا غنبقاو نحسبوا السرعه باش يبقاو يختفيوا لك المتفاعلات، او لا السرعه باش يبقاو يتنتجوا لك النواتج. انا ماشي غنقول النواتج يعني تحسبهم كاملين، نتايا تحسب السي والدي، راه كيعطيكم في التمرين غير عنصر واحد، واما غيعطيكم متفاعل واحد ولا يعني، واما يعطيكم مثلا ا ولا يعطيكم دي، هادو كيسموا متفاعلات، ولا يعطيكم سي ولا يعطيكم دي. تفاهمنا؟ شنو خصنا نعرفو؟ ها اللي خصنا نعرفو، شنو هي الخاصيه باش كيتميزوا المتفاعلات؟ الخاصيه باش كيتميزوا المتفاعلات انهم كيختفوا، كيمشيو، ماشي كيمشيو في مره، ولكن يعني كيبقاو يتنقصوا. مثلا كانت عندي واحد كميه الماده معينه، اش غيبقى يوقع لها؟ غتبقى تنقص. شنو تنبدا نقول؟ كنبدا نقول بلي المتفاعلات كيتنقصوا، يعني بالمقابل شنو غيوقع؟ النواتج غادي يكونوا كيتزايدوا. صافي، اذا دابا عقل معايا مزيان. دابا السرعه اللي غادي يقريكم لي بروف ديالكم راه غادي يقريك واحد العلاقه عامه، انا هنايا غنحاول نديطيها لك. كيف زعما نطي؟ انا نعطيك واحد، نعطيك لي كالي ممكن يكون. تبع، اذا العلاقه انت اللي غتقرا هي هذيك التالي، غادي يقريك في تساوي واحد على في توتال مضروبه في دي دو اكس على دي دي. شنو خاصك تكون عارف هنايا؟ خاصك تكون عارف كل بارامتر شنو كنقصدو به. انا جايك للفراجه، انا جايك. هذه هي السرعه ديالنا، هذه هي لافيتاس. عفاك بلا ما نبقى نكمل، ها هي السرعه بلا ما نبقى نكمل. هذا شنو تيتسمى هذا؟ هذا كيتسمى الحجم الكلي، لو فوليوم توتال، الحجم الكلي. انا جايك غادي نشرحو هذه مزيان. الحجم الكلي للخليط اولا للتفاعل، غادي نجي هنايا. هذه كميه الماده، كميه الماده. هذا شنو هو؟ الزمن. مزيان، اسمع مزيان، اسمع بس اسمع. لكن هذه العلاقه عافاك الله يجازيكم بخير، راه غادي نديطيها لك باش تعرف فوقاش تبقى تخدمها في واحد الحاله، فوقاش تبقى تخدمها في واحد الحاله. لي بروف راه كيقراوكم غير هذه. كيفاش؟ اسمع معايا مزيان. اولا، بادئ ادي بدء، قبل ما نشوفوا الوحدات قبل ما نشوفوا كل شيء. اولا، هو انه ما يمكنليش، عقل اسطر على هذه الكلمه، ما يمكنليش انني نحسب السرعه الحجميه الا ما كانوش عندي واحد المنحنيات في التمرين. مزيان، نشوفوا المنحنيات كيفاش دايره. واما كيعطيني منحنى داير بحال هكا، عطيني منحنى داير بحال هذا الشكل، يعني كتلقى هنايا هابط، اولا تيعطيك منحنى داير بحال هكا، ولكن هنايا كتلقاه طالع. صافي، عقل مزيان. هذا خاص بالمتفاعلات هما اللي كيتنقصوا، هذا خاص بالمتفاعلات هما اللي كيتنقصوا، هذا خاص بالنواتج هما اللي كيتنقصوا. انا غادي نجيك لهذا. هنايا كيكون عاطيك سواء، عقل مزيان، كيكون سواء عاطيك كميه الماده، يعني كيكون عاطيك مثلا اكس كميه الماده، كيكتب لك هنايا مثلا بالمول،